وللمزيد من النقاش حول الأوضاع في القدس المحتلة وكذلك التوتر الأمني والعسكري في قطاع غزة، معنا من فلسطين من قطاع غزة الزميل الصحفي الفلسطيني أحمد قطيح. مرحبا بك معنا. أهلا بك يونس، وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. حياكم الله. أولا نود أن تطلعنا على طبيعة الأوضاع في قطاع غزة الذي شهد تطورات كبيرة في الساعات الماضية، هل من جديد؟ نعم يونس، حالة من الهدوء الميداني الحذر طبعا تسود أو يسود أجواء قطاع غزة بعد نحو 4 أيام من التوتر وإطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. إطلاق الصواريخ يأتي ردا على الممارسات الإسرائيلية باتجاه المدينة المقدسة، باتجاه مدينة القدس بالتحديد. هناك خرجت بيانات عسكرية لا سيما من كتائب القسام، وقالت حينها بأنها لن تسكت عن الممارسات الإسرائيلية. بعد البيان بنحو 2 ساعة بدأت الصواريخ تنهال باتجاه غلاف غزة، ولكن هذا اليوم بالتحديد شهد حالة من الهدوء وسط معلومات من الجانب الإسرائيلي يؤكد بأن هناك حراك أممي دولي ومصري باتجاه تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. هناك وساطة الآن تجرى مع كافة الأطراف المعنية، مع حركة حماس في غزة ومع الجانب الإسرائيلي طبعا، ومع المخابرات المصرية التي تحاول تهدئة الأوضاع دون إرسال أي من وفودها إلى قطاع غزة. كذلك هناك رسالة وصلت غزة من قبل منسق الأمم المتحدة، والذي بدوره وصل إلى القاهرة أيضا لدراسة هذه يعني لدراسة بعض الشروط التي طلب بها الاحتلال. وهناك أيضا في غزة شروط بأن يوقف الاحتلال اعتداءاته على المرابطين في القدس. موضوع المرابطين في القدس، طبعا هناك أحداث متراكمة منذ عدة أيام كانت في الليلة الماضية وقبلها بشكل واضح، ونحن أمام أيضا اعتداءات متواصلة ستصل ذروتها في 28 من رمضان كما يقرر المستوطنون الصهاينة. هل تتوقع استمرار تلك المناوشات في محيط الأقصى؟ بالتأكيد يونس، يعني خليني دعني أبدأ من هذا الخبر العاجل. الآن مجموعة كبيرة من المستوطنين بدأت بالخروج من المستوطنات القريبة من القدس باتجاه المسجد الأقصى، وبالتالي هناك مطالبات من المقدسيين للتصدي للمجموعات المستوطنية بالتحديد. نعم. التوتر لم يقف ولم يتوقف في المدينة المقدسة، في مدينة القدس. قبل قليل شهدت، أو منذ صلاة التراويح حتى قبل نحو نصف ساعة من الآن، كان هناك أحداث كبيرة أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المقدسيين وحملة اعتقالات. الشرطة الإسرائيلية استفزت المواطنين المقدسيين الفرحين بإزالة السواتر الحديدية يوم أمس. قوات الاحتلال لم يعني تستطيع أن تجعل الفلسطيني يثقل فرحته، تنغص عليه، وبالتالي أغلقت باب حطة في المسجد الأقصى. هذا استفز مشاعر المقدسيين، هبوا رفضا لهذه القرارات الإسرائيلية. على أي حال، هناك دعوات كبيرة من قبل المقدسيين والفلسطينيين بضرورة التواجد يوميا في باحات المسجد الأقصى وصولا إلى 28 من رمضان، وهو الموعد الذي حدده المستوطنون أو قيادة المستوطنات من أجل اقتحام المسجد الأقصى. طبعا هذه المناوشات وهذه القرارات تعودنا عليها كثيرا في كل رمضان، ولكن هذه المرة كانت هبة المقدسيين غير كل مرة. نعم. حيث الكل يراهن أن كل هذه الهبات والانتفاضة الأراضي المقدسة أو بالتحديد القدس سيكون لها صدى بمنع استمرار تدفق المستوطنين باتجاه القدس والمسجد الأقصى. نعم، وهذه نقطة غاية في الأهمية في الحقيقة أستاذ أحمد، وهي تحيلنا إلى سؤال متعلق بالتوتر في القدس وكذلك في قطاع غزة. فيما لو استمر المستوطنون باعتداءاتهم وكانت هناك محاولات شعبية من المقدسيين لصدهم، وبالتالي هناك اعتداء من الشرطة الصهيونية على المقدسيين، سنكون أمام سيناريو مشابه لما حدث في اليومين الماضيين، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة على الكيان الصهيوني مساندة لهذه الهبة الجماهيرية أو ما تسمى بانتفاضة رمضان. هذا السيناريو قد يتكرر في الأيام القادمة، خاصة أن
الاحتلال اتخذ إجراءات منها إغلاق شواطئ غزة بالكامل أمام الصيادين، وربما هناك إجراءات أمنية أخرى. هي العلاقة معقدة يونس، لأنه نحن ننتظر يومين حتى 4 أيام لتأخذ القيادة الفلسطينية قرار من الجهات الدولية بهل سيكون هناك انتخابات في القدس أو لا، وبالتالي في حال تم تأجيل الانتخابات بالتالي هناك أحداث أخرى سترافق عملية التصدي للمستوطنين، ممكن انتفاضة جديدة ستشعل في الأراضي الفلسطينية. على أي حال لأننا لا نريد استباق الأحداث، ولكن كله في توازي أو في طريق واحدة. قوات الاحتلال تتعامل مع كل الأراضي الفلسطينية بأنها عدو لها، وبالتالي غزة، الضفة، القدس والأراضي المحتلة في فلسطين الداخل هي أراضي تشهد يومياً احتجاجات رفضا لكل الممارسات الإسرائيلية بالقدس. ولكن ما يميز مدينة القدس هو الاحتكاك المباشر ما بين الجنود الإسرائيليين وما بين المقدسيين. قوات الاحتلال يعني تستخدم العنف، والعنف القوي جدا باتجاه المرابطين. غزة قالت بأنها لن تترك أهل القدس، وقامت بتنظيم مسيرات، وفي هذه الأثناء بالتحديد وأنا أتحدث معك هناك نقاط تماس على حدود قطاع غزة. اتخذت قوات الاحتلال قبل دقائق من الآن أحد الفتية السائرين على حدود شرق خان يونس عندما اقترب من السلك الفاصل، وهي منطقة الآن يعني أشعل بها الفتية والشبان الإطارات رفضا للممارسات الإسرائيلية في القدس. على أي حال إغلاق شاطئ غزة يونس سببه هو الضغط على غزة، وقف الصواريخ، ولكن غزة تقول إذا أوقفت إسرائيل الهجمة ضد المقدسيين لكل حد حديث. شكرا لك الزميل الصحفي أحمد قديح، كنت معنا من مدينة غزة.